إبراهيم عبد المسعود الرسام في حلقة جديدة في تعليم رسم الدولفين. النهاردة عندنا موضوع جميل اللي هو رسم الدولفين ده بطريقة مبسطة كالعادة إن إحنا تعودنا عليها. أول حاجة عشان أتعلم رسم الدولفين إن أنا بعمل منحنى. المنحنى ده بعمل هنا منحنى وأعمل رقم 3، رقم 3 بعمل كده، ادي المنحنى ورقم 3 ووصل المنحنى بالمنحنى الثاني، يبقى احنا عندنا 2 منحنى لان الدولفين بيقفز فلازم يكون منحنى. بعمل هنا 8 وهنا 7 بالارقام 7 وهنا 7 يبقى 77، بس السبعة دي طالعة هنا وبعمل هنا نقطة. بعمل هنا منحنى، خلي بالك معايا رقم 3، انت بترسم ورايا طبعا، رقم 3 ومنحنى و8 و7 و70 ونقطة. بعمل هنا 7 وهنا 7 بقت دي السمكة. فلما نيجي نرسم الدولفين بنرسمه بقى المرحلة النهائية بتاعته، ادي الدولفين زي ما احنا تعودنا، لان اهم حاجة ان انا ارسم بالرصاص عشان اتعلم الرسم صح يطلع معايا الدولفين بالطريقة دي. يبقى احنا ادي 1 2 3 4 5 مراحل تعليمية لرسم الدولفين. احنا هنا بقى في هنا هنشتغل الدولفين، يبقى الدولفين معايا هيبقى عامل كده، يبقى ده تعليم بسيط لرسم الدولفين كده. ده رسم الدولفين بالمراحل التعليمية بتاعتنا. يبقى دي المراحل التعليمية بتاعتي اهي اللي احنا اتعلمناها. طبعا اي حاجة انتوا عايزين تتعلموها تقولوا لي عليها. والنهاردة احنا خدنا حاجة واحدة اللي هو رسم الدولفين بالمراحل بتاعته، بتجيب ورقة وقلم وبتشتغل ورايا، واي حاجة انتوا عايزينها اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله انا معاكم وانتوا هتطلعوا رسامين كبار. واي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم، بس ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك عشان يبقى في متابعه ما بيننا وما بينك ان شاء الله.